ماهر القاضي الآن هو بيقود فريق بحثي في جامعة كاليفورنيا لإنتاج جيل جديد من البطاريات، وده حديث الأوساط العلمية. وكمان البطاريات دي هتكون أو بدأت تكون موجودة في أنواع معينة من العربيات، حتى العربيات الفخمة. والجيل ده ميزته إنه سريع الشحن وقوي وعنده مواصفات مختلفة جدا. مين بقى أو وصف مين دكتور ماهر القاضي؟ هو ابن ناهية. ابن ناهية هذا المكان الجميل اللي بيطلع لنا دايما مبدعين وعلماء. عنده 9 اخوات. 9 اخوات دول ما كانوش متعلمين، هو الاخ الوحيد المتعلم اللي كان بيعرف، اللي كمل تعليمه فيهم. والتسعة للاسف يعني ما قدروش ان هم يكونوا متعلمين. وكان دكتور ماهر بيساعد والده، سواء اشتغل معاه في الارض او اشتغل معاه بقال في البقالة، لحد ما قدر يكمل تعليمه في دخل في المجال العلمي. له براءات اختراعات وله أبحاث منشورة في أمريكا واليابان وكندا. والنهاردة هو بيقود فريق بحث في جامعة كاليفورنيا عشان ينتج هذا الجيل من البطاريات. ومعانا دلوقتي لأول مرة أو أول ظهور لدكتور ماهر القاضي. دكتور ماهر، إزاي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم. تحب نبدأ منين يا دكتور ماهر؟ نبدأ من البطاريات ولا نبدأ من مشهد ولا من ناهية؟ من أي مكان يا فندم؟ زي ما خلينا نبدأ من ناهية، نبدأ من بلدنا. معلش الصوت بس كان فيه مشكلة، بقول فاتفضل حضرتك. لحضرتك خلينا نبدأ من ناهية، إيه رأي حضرتك؟ جميل جدا، اللي هي جميل أجمل جدا. حاجة في قلبنا، يعني أقرب حاجة للقلب، صح؟ جميل جدا. هو ناهية على فكرة من الحاجات الجميلة اللي فيها، هي طبعا معظم أهلها بيشتغلوا في الزراعة، صحيح. وهي أصلا يعني لها تاريخ حتى من أيام قدماء المصريين. يعني كانت معروفة في المصادر التاريخية، أيام القدماء المصريين كانت معروفة باسم نهت، وده كان يعني مكان كان مخصص لعبادة المعبودة يعني حتحور. فالمكان طبعا حتحور بترمز للطبيعة، للسماء، للجمال. فده طبعا لان الارض كانت خصبه جدا وكانت بتستخدم بشكل اساسي في الزراعه من ايام قدماء المصريين. فضل الامر ده يمكن يعني مكمل لحد الوقت الحالي، وده يمكن من الحاجات الجميله الخاصه بالمكان. هنا بقى حضرتك في البدايات يعني كنت بتساعد والدك وعملت كل حاجة، وأحلى حاجة في الدنيا مرحلة الطفولة اللي بيتعب وهو صغير وهو كبير بيرتاح أكتر، أو مش بيرتاح، أو بي يعني بيقدر التعب، بيقدر الـ 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 إن الحياة كلها عبارة عن تعب ومنافسة، وإن إحنا لازم طول الوقت نطور نفسنا عشان نبقى أفضل، مظبوط؟ بالظبط كده، بالظبط كده. حضرتك هو اشتغلت الموضوع بشكل عام يعني احنا تصورنا لحياتنا، لهدفنا، حاجه عايزين نحققها، حاجه عايزين نعملها. كل واحد مننا جواه حلم نفسه يحققه، فبطبيعه الحال صحيح. بتاخد كل مرحله من حياتك عشان تحقق الحاجه دي. صحيح. دلوقتي ممكن حضرتك تكلمني عن جيل البطاريات الجديد، وليه عامل يعني عامل الأوساط العلمية بتتكلم عنه بشكل كبير؟ جميل جدا. طيب احنا عندنا الحقيقه اجيال كتيره جدا من البطاريات، بس انا هبدا من الجيل الاول. تمام، يعني وعشان بس الساده المشاهدين يبقوا معانا في الصوره، البطاريات شكلها بالمنظر ده. دي بطاريات احنا بننتجها فعليا، يعني احنا طورناها في جامعه كاليفورنيا، وحاليا احنا بننتج هذه البطاريات اللي حضرتك قدامك في الصوره، بننتجها حاليا في يعني شركه طب معلش خاصه يا في دكتور، البطارية دي بتشغل ايه؟ البطارية الحمراء ممكن حضرتك توريها لنا على الشاشة؟ طيب جميل جدا، هقربها تاني. هي دي بطاريه احنا بنسميها سلندريكال سيل او بطاريه اسطوانيه، وديت بطاريه بنطلق عليها او بنسميها 18650 اللي هو ده الحجم بتاعها. البطاريه ديت بتستخدم بشكل اساسي في بعض السيارات الكهربائيه. طبعا الاجيال الاولى من تسلا كانت بشكل اساسي بتشتغل بالبطاريات ديت. كان كل بطاريه او كل سياره من سيارات تسلا فيها اكثر من 7000 خليه من هذه الخلايا، بتستخدم في بعض الاجهزه الالكترونيه والاجهزه اللي بتستخدم في الصناعات العسكريه. ايضا تطبيق مهم جدا، وده يمكن اول تطبيق لينا هيبقى لهذه البطاريات، هيكون في مراكز البيانات. ودي طبعا مراكز بتخزن البيانات في السحابه
الخاصه بكل مستخدمي الموبايلات والموجودين في جميع انحاء العالم. فطبعا دلوقتي بيبقى في حاجه احنا بنسميها الداتا سنترز او مراكز البيانات. هذه المراكز بتبقى طبعا فيها اجهزه حاسوب عملاقه بتخزن هذه البيانات لحين استخدامها في وقت لاحق. طبعا المراكز البيانات دي طبعا لازم ما ينفعش ينقطع فيها التيار الكهربي. وطبعا عشان ده يحصل لابد من وجود اكثر من بديل لمصدر التيار الكهربي. طبعا لو حصل انقطاع للمصدر الرئيسي بيبقى فيه بطاريات موجوده، هذه البطاريات بتشغل هذه المراكز لحين رجوع مصدر التيار الرئيسي او تشغيل مصدر ثانوي موجود في المكان، عشان خاطر تفضل هذه الاجهزه شغاله وما تتوقفش، عشان حتى لا تفقد حتى البيانات الموجوده في السحابه الخاصه بالعملاء الشركات الاتصالات المختلفه. فطبعا البطاريات ديت لابد ان يكون ليها باور عالي جدا، تكون بتشحن بسرعه جدا جدا. فطبعا دي بطاريه بتبقى ليها خصائص مختلفه شويه عن البطاريه الموجوده في الموبايل بتاعنا، وديت البطاريات ديت صممناها بشكل مخصوص عشان تستخدم في هذه المراكز، مراكز البيانات. يعني دي حاجة يعني تعتبر نقلة جديدة دكتور ماهر. طبعا طبعا مراكز البيانات النهارده بتستهلك تقريبا من 1.5% صحيح، وهتقترب الجيل الجيل الموجود من البطاريات دلوقتي هو فيه مشاكل كتير واضح، وبيعمل حرايق وغيره، فواضح ان حضرتك يعني اكتلفيت معظم العيوب دي في الجيل ده اللي هو طالع، صح؟ بالظبط بالظبط. يعني البطاريات التقليديه معروف ان لو تم اساءه استخدامها ممكن تنفجر، عندها بطء في سرعه الشحن، ودي مشكله صحيح. كبيره موجوده في البطاريات الحاليه. طبعا طب اديني مثال يا دكتور، يعني قول لي البطارية الحالية بتتشحن في قد ايه، والجيل الجديد من البطاريات بتشحن في قد ايه؟ طيب البطاريه الحاليه لو هنستخدمها في الموبايل بتاعنا احنا بنتكلم فوق الساعه. في السيارات الكهربية بنتكلم أيضا فوق الساعة. في أجيال جديدة دلوقتي طالعة بيحاولوا إن هم يشحنوها على الأقل بنسبة 80% على الأقل في خلال نص ساعة أو أكثر. لكن البطاريات الحالية دلوقتي أو اللي إحنا طورناها ديت بتشحن في أقل من يعني 7 ل 8 دقائق، وفي ياه، 7 دقايق. أكثر منها طيب هيوصل 5 دقائق فقط. هسأل حضرتك، هل النوع ده من البطاريات ممكن يستخدم في التليفونات؟ طيب البطاريات دي تحديدا زي ما قلت انها مصممه لمراكز البيانات، في عندنا جيل اخر من البطاريات بنحاول ان احنا يعني يكون قريب من البطاريات اللي بتستخدم في التليفونات. طبعا دي بطاريه من بطاريات التليفونات اللي موجوده في الموبايلات بتاعتنا. طيب تمام. دي تتشحن في قد ايه يا دكتور؟ دي البطاريات العاديه اللي في موبايلاتنا، يعني لو حاولنا نشحنها بشكل سريع جدا ممكن تاثر على عمرها. طبعا البطاريات بتستخدم فقط لمده يعني عده مئات من المرات الشحن والتفريغ. طبعا لو بنستخدم البطاريه دي مره كل يوم تقريبا بنشحنها مره كل يوم، فبتعيش معانا مده سنتين 3 سنين، وبعد كده بتبتدي تتاثر، صحيح، تبتدي تسخن، بيحصل. تبتدي يعني يقل وقت تشغيل التليفون بالبطاريه نفسها. فطبعا ده المشكله موجوده في البطاريات الايه التقليديه. طبعا في الوقت الحالي احنا بنحاول نطور بطاريات زي اللي موجوده قدامنا دلوقتي في الشاشه. دي بطاريات احنا بنسميها باوتش سيلز، ودي شبه اللي ممكن تستخدم في الاجهزه الالكترونيه دي حاليا يعني قيد التطوير، وبنحاول ان احنا نخليها تشحن في اقل من 15 دقيقه على الاقل، بحيث ان يبقى ليها ياه، ميزه 15 دقيقة، يعني احنا دلوقتي ان شاء الله لما الابحاث دي تنتهي احنا هنقدر نشحن التليفون في 15 دقيقة بالظبط. لا هو اقل كمان. يعني هو واقل كمان. دلوقتي يعني هو الموضوع كله مرتبط بالوقت. هو من الناحيه النظريه والعمليه في المختبرات عندنا بنقدر نحقق يعني معدل شحن سريع جدا بيوصل لدقائق. هي القضيه كلها ازاي ان احنا نوصل ده من المختبرات للمستوى الصناعي، وده عاده بياخد عده سنوات من التطوير، عشان كده الموضوع بياخد وقت. لكن في الوقت الحالي احنا بالفعل في المختبرات قدرنا ان احنا نحقق معدل الشحن في دقائق قليله جدا، حتى في نفس الكيمياء بنفس البطاريات اللي بتستخدم في الاجهزه الالكترونيه من ضمنها الموبايلات طبعا والاجهزه أجهزة اللابتوب الخاصة. دكتور ماهر، يعني اوعدني حضرتك ان احنا يعني يبقى عندنا ان شاء الله حلقة مطولة نتكلم فيها على التفاصيل، لان احنا اتكلمنا عن جزء صغير جدا، لانه احنا عارفين ان حضرتك ليك عشرات من براءات الاختراع والابحاث المنشورة دوليا، عندك تجارب عملية كتيرة جدا، وعندك تجربة حياتية محتاجة ان احنا نوصلها للناس. انا بشكر حضرتك جدا جدا، وبشكر زميلنا الكاتب الصحفي محمد الجرحي على هذه القصة الجميلة.